أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، كما قررت الوزارة تحريك أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي ليصل بذلك سعر بنزين 95 إلى 15 جنيه للتر وبنزين 92 إلى 13.75 قرش للتر وبنزين 80 ب 12 جنيه وربع للتر والسولار إلى 11.5 جنيه للتر والكيروسين إلى 11.5 جنيه للتر، بينما وصل سعر المازوت المورد لباقي الصناعات إلى 8500 جنيه للطن.